عام عليا 60 سنة، أصيل من طاقة السرس. عام عليا بدأت تجربته مع الفن من عام 80، وقت استعمل آلة خياطة، أجر الكراتوس واللوح شي خرج منهم قطاع مزيانة ورش. عام عليا فنان. الفكرة بدت عام 80 1980، قلتها وحدي كيك نخطب الجدور تاع الكراتوس على الطور وحدي، قلتها تدي مارينا الحمد لله. القطاع هذاك حبيته وعشت معاه وتربيت معاه. طبال، زكار، راقصة، نسيت كسكس وبرشا قطاع اخرين. عام عليا استلهم كل شيء من التراث، قطاع تعبر عن موروثنا الثقافي والشعبي. بالرغم من جمال هالقطاع إلا أنها مش لاقي رواج، ومع هذا عم علي مازال يصنع، مازال يبدع. لاقي رواج هذي قاعدين تشوفوا، مش مقدرين قيمة مش معاقوش خلاص جملة. بالرغم من ذلك مازلت تتواصل، والحمد لله نواصل شوية طول نخدم لك سجيل النجار، يعني قدر طول بدل ما نمشي سرسة. أنا ما حاولتش تشوف سوق للوهل نتاعك؟ لا ثم بحت فيها، خليت انا كيكة الشاطئ اللي نبيع منهم نشاط، خليت كيكة نخزر تخدم قطعة تخدم تعب شوية يجي يقول كثير تعمل 15 هذا كده. Thank you.
Thank you.